إذا كانت خلية الإعلام إذن أقول كانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. هذا وضحت الخلية في بيان لها أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة الآن، مشيرة إلى أن القوات الأمنية قامت بالإجراءات اللازمة وبصدد هذه المحاولة الفاشلة.